كيف هي الأجواء عندك، وما هي شروط المسابقة التي أعلنت عنها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف؟ نعم زميلي مهدي، لحظات فقط ينطلق الملتقى العلمي تحت شعار الوسطية، قيمة قرآنية هنا تحت إشراف وزارة أو من تنظيم وزارة الشؤون الدينية وتحت رعاية سامية لرئيس الجمهورية. المسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم تتم في التجويد والتفسير للقرآن الكريم، وسيتم تكريم بعض شيوخ وعلماء الأمة. أيضا كان هذا الملتقى حضور كبير لجل شيوخ الزوايا، ستكون فرصة سانحة وزير الشؤون الدينية والأوقاف في كلمته. أيضا ستكون هناك كلمة لرئيس الجمهورية، هناك حضور لبعض وزراء الحكومة، بالإضافة كما قلت بأن الكلمة ستكون فرصة لوزير الشؤون الدينية من أجل التوجيه، خاصة في ظل أو دعوة الحماية للمرجعية الوطنية للمرجعية الوطنية. وأيضا بالإضافة إلى ذلك إلى محاربة الفكر، كان لنا ربما حديث مع شيوخ الزوايا حول الأفكار التي غزت المجتمع الجزائري مؤخرا المتمثلة في التشيع والأحمدية. كان قد تحدث بعض شيوخ الزوايا إلى أن هذا الفكر هو خطر على المجتمع الجزائري، لكن هو فكر عالمي كما قال بعض الشيوخ أنه انتشر في جميع بلدان الدول الإسلامية. الهدف وراءه هو تفتيت المجتمع الجزائري إلى طوائف، وقال أن دور الزوايا كدور الإعلام كدور وزارة التربية من أجل مجابهة هذه الأفكار المتطرفة والأفكار الداخلة على المجتمع الجزائري. نعم حمزة، أشكرك جزيل الشكر. ولو أني أردت أن أسألك فقط عن الفئات العمرية الخاصة بالمسابقة الوطنية لحفظ القرآن الكريم، هل هي مفتوحة لكل الفئات العمرية؟ نعم، لكن إلى غاية الآن لم تتضح ربما حول هذه المسابقة إلى غاية الآن مع حديثنا مع المكلفين بهذا التنظيم وأيضا مع وزارة الشؤون الدينية، غير أن الوارد وأن هي مفتوحة لجميع الفئات العمرية، خاصة أنها مسابقة القرآن الكريم تتمثل في التجويد والتفسير. زميلي مهدي. نعم أشكرك جزيل الشكر حمزة بكي، كنت معنا مباشرة من دار الثقافة مفدي زكريا. سنعود إليك حول أي جديد أو تصريح أو ندوة صحفية لوزير الشؤون الدينية أو كلمة له، سنعود لك في نشرتنا الإخبارية اللاحقة بإذن الله. شكرا جزيلا لك حمزة.